والله بالنسبة للعمال يعني الأوضاع اعتيادية، ويعني العمال هو يعني بس أشني يعني ما مثل قبل. العمال اللي يعني مثل ما كانت يجي قبل كل شيء يدور على الوقت، وقبل كل شيء يعني اللي هم يجي يدور على اليومية، يعني اليومية قبل كل شيء اللي قدام يسأل عليها، وبعد هذا يدور على الوقت مالته. خوش زين اليومية أبو ريد تكفي يعني للمعيشة بصراحة يعني أنت أو غيرك أو والله يعني بصورة عامة يعني يدوب يعني ما نطيق نقول تكفي، لكن وإنما سد بسد يعني يعني يدوب يعني اليومية اللي يتقاضاها العامل. يعني تعرف أوضاع الحياة يعني ارتفاع أسعار الدولار وارتفاع المواد ارتفاع المعيشة، يعني ما ضل شيء يعني مادة ما ارتفعت يعني بالموصل يعني. خوش بضمن إيش؟ بضمن ارتفاع سعر الدولار اللي ادى الى ارتفاع هاي المواد. فيعني يا دوب اليوميه اللي حيتقاضى يا تكفي يا ما تكفي، يعني تقريبا سد بسد سد بسد او قعد يوم. والله اذا بطل يوم تبين علينه، بين علينه يوم واحد. اذا اشتغل 10 ايام وبطل يوم واحد تبين علينه. والله اوقات العمل مالنا كشفت يعني من الصبح الساعه 6 ساعه 3 العصر، شفت الاول شفت الثاني بدي من 3 العصر الساعه 12 بالليل. يعني انت من الساعه 6 الصبح الساعه 3 العصر الى الساعه 3 العصر؟ نعم. مستمر بدون توقف؟ مستمر بدون توقف. الأجرة اللي تأخذها يعني تكفي خلينا نقول احتياجات البيت؟ والله كصراحة لا ما تكفي، يعني بعض الأوقات بعض الأحيان أنزل يعني لازم أنزل شفتين. يعني لازم تشتغل شفتين؟ إيه. أربع يعني يعني نقول من الستة الصبح للساعة 12 بالليل حتى تكفي المعيشة. والله ساعات عملنا من 6 الصبح ل 12 بالليل، احنا نشتغل مفتحين شفتين، نشتغل يعني شفتين متداورة. انا هسه اداوم من 6 الصبح ل 3 العصر، يبدا الشفت الثاني من 3 العصر ل 12 بالليل. الأجرة اللي تاخذها مال الشفت الأول تكفي؟ والله الحمد لله نقول، احنا ما نقول غير شيء، نقول الحمد لله والشكر. بس سد يعني نوب؟ والله نوب سد نوب ما سد، يعني ما ان شاء الله مستمرة. يوم تحتاج زد فوقها، يوم لا تمشي شغلك. بس هسه نحن دوامنا من الثنتين الظهر لثنتين بالليل، ياخذ يومي 13-15 تكفيه. هاي مناطق شعبيه بون الاسعار مناسبه بين المشويات. عندنا المشويات النفر ب6، الدجاج المحشي ب7، والعادي ب6، وكافه المشويات. العامل اللي قاعد يوم او يومين يتاثر عليه؟ شلون ما يتاثر عليه؟ هذا صاحب جار، صاحب عائله، يعني هذا معيشته يومه بيومه. من يقعد يوم او يومين بين عليه. اقول ادور شغل مو يقعد افتح، ماكو شغل، انا الاقي شغل ماكو. من لي سنه من لي ماكو شغل، كل افتره ماكو، وانا الاقي ماكو، من الاقي ماكو. ايش الاختصاص؟ الشغل. شو الشوارع مليئة مليبن مكسر، كلش مكسر، سوينا الشوارع. انت ايش جاي تدور شغل؟ ايش؟ عمال اريد، انا اريد عمال. بيت تشتغل؟ لا والله ما لقي، ما لقي ارجع البيت، ما لقي ارجع البيت. ايش قد تقسم لنا ايش؟ 10,000 اطلع زايد، نومتي طالعه 10,000 اطلع.